مساء الخير على حضراتكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي، على كل عشاق نادي الأهلي. وحشتونا جدا الحقيقة، يمكن أول مرة نكون مع حضراتكم في رمضان أنا وأحمد، والحقيقة مبسوطة أنه أول مرة لينا تكون بتتزامن مع ذكرى بالنسبة لنا كلنا كمصريين بتخلينا نشعر بفخر كبير قوي، وهي عيد تحرير سيناء. الحقيقة كل سنة وكل مصر طيبة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما نفتكر الذكرى دي ونبقى حاسين بالفخر الشديد، وكمان بتتزامن شوية يمكن مع 114 سنة من إنجازات للنادي الأهلي علشان يكون الأفضل في إفريقيا والأفضل عربيا وفي الشرق الأوسط ومن أفضل الأندية في العالم. أكيد هنتكلم عن الإنجازات دي أكتر، بس الأول مساء الخير عليك يا أحمد، وحشتني القعدة دي. مساء الخير يا سارة، والحقيقة يمكن جمهور النادي الأهلي كله وحشنا، كل سنة وانتم طيبين. طبعا أول ظهور لنا في رمضان، حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا وحلقة جايبة حاجات كتير جدا حلوة. أولها طبعا عيد تحرير سيناء، السمع واللي اتحكاله غير اللي شاف واللي عاش، واحنا يمكن جيل عشنا فترة طويلة جدا من حياتنا بنسمع عن بطولات وبنسمع عن تضحيات وبنسمع عن أجيال عظيمة دفعت أثمان غالية جدا عشان تستعيد سيادتها على أرض مصر، لكن لما عشنا وشفنا، ومش ببالغ لما أقول خدنا حرب ندافع فيها عن بلدنا وعن مستقبلنا وعن مستقبل أولادنا، عرفنا قد ايه قيمه التضحيه، وعرفنا قد ايه قيمه الانتماء، وعرفنا قد ايه ان مصر بجد وكل شبر على ارض مصر غالي علينا. عشان كده الاحتفال النهارده بعيد تحرير سيناء يمكن يكون وقعه او الاحساس بيه مختلف بشكل كبير جدا عن سنين كتير فاتت. كل سنه وحضراتكم طيبين. درس من الدروس اللي بيثبت على مدار تاريخ طويل جدا هو عمر المصريين على الارض دي، على ارض مصر، انه المصريين مش ممكن ابدا يتنازلوا عن شبر واحد من ارضهم، وانه السياده وانه الكلمه الاولى والاخيره على ارض مصر هي للمصريين فقط وليس لاي احد اخر. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه واخواتنا كمان المسيحيين طيبين بمناسبه حد الزعف. والحقيقه